شنو سبب انفصال شاكيرا عن بيكي؟ وليش قلنا انفصال وما قلنا طلاق؟ وشنو راح ناخذ عبرة من قصتهم اللي فشلت؟ وياكم عمر الرياض، نتوكل على الله ونفتح الدكان. بعد ما كثر الكلام حول علاقة شاكيرا ببيكي اللي صارت بالفترة الأخيرة علاقة جدا ضعيفة، نزلت الفنانة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا بيان أعلنت به انفصالها عن والد أطفالها الاثنين. وقالت شاكيرا بالبيان: نأسف لتأكيد أننا افترقنا من أجل صالح طفلينا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما، شكرا لتفهمكم. ورغم أنه شاكيرا وبيكي ما تزوجوا نهائيا واللي تربطهم علاقة حب فقط، هاي العلاقة استمرت 11 عام وأثمرت عن ولادة طفلين. وتقرير صحيفة ماركا الإسبانية أول من أثار علامات الاستفهام حول علاقة بيكي وشاكيرا، وقال أنه علاقتهم أصبحت فاترة بالفترة الأخيرة، وأنه بيكي رجع يعيش وحده ببيت بمنطقة كالي مونتانير، وترك البيت اللي جمعه بشاكيرا لسنوات عديدة. جيران بيكي شافوه وهو يدخل ويغادر للبيت لوحده، وأيضا لاحظوا الناس أنه بيكي يعيش أجواء صاخبة بحفلات الليل، وكان يرافق لاعب برشلونة ريكي بويك مع عدد من الأصدقاء. والظاهر أنه شاكيرا حست بخيانة بيكي إلها، لكن ما حسسته وحبت تنطيه فرصة، وعبرت عن هذا الشيء بأغنيتها الأخيرة اللي اسمها تهانينا، اللي قالت بيها: لقد حذروني لكنني لم أنتبه، أدركت أنك الجزء الخاطئ، لا تخبرني أنك آسف، إني أعرفك جيدا وأعلم أنك تكذب. ومن الأشياء اللي لفتت انتباه الناس أنه شاكيرا وبيكي ما نشروا أي صورة تجمعهم على منصات التواصل الاجتماعي من فترة طويلة. وتقول التقارير أنه شاكيرا ضبطت بيكي مع امرأة أخرى، وهذا الشيء هو اللي خلاها تقرر الابتعاد عنه، بالإضافة للحفلات الصاخبة اللي يسويها بعد كل فوز النادي برشلونة. وطبعا هاي الحفلات بها فتيات، وهذا الشيء اللي أثار غضب شاكيرا. شاكيرا هي الابنة الوحيدة لأمها نيديا من زوجها دون ويليام مبارك، واللي عنده أطفال 8 من طليقته الأولى. وتعتبر شاكيرا من أكثر الفنانات بأمريكا اللاتينية اللي حصلت على ترشيحات وجوائز. كيف تعرف جيرارد بيكي على شاكيرا؟ بعد أن تم اختيار شاكيرا لغناء أغنية كأس العالم الرسمية سنة 2010 في جنوب أفريقيا، وخلال تصوير أغنية ويكا ويكا تم استدعاء عدد من اللاعبين ومن ضمنهم بيكي حتى يظهرون بالفيديو كليب، ومن خلال هاي الأغنية صار اللقاء الأول بينهم وصار انسجام بينهم. وطبعا بيكي وعد شاكيرا أنه راح يربح البطولة من أجلها، وبالفعل حصدت إسبانيا كأس العالم للمرة الأولى. وبعد البطولة تطورت علاقتهم وأعلنوا عن علاقتهم سنة 2011، وصار عندهم طفلين هما ميلان وساشا. فارق العمر بين شاكيرا وبيكي. اعترفت شاكيرا أنه فارق العمر بينها وبين بيكي خوفها ببداية علاقتهم، وقالت: لما تعرفنا على بعض كان عمري 33 سنة وهو عمره 23 سنة، وحسيت بخوف بالبداية، ومع مرور الأيام بديت أتعود على الوضع وتقبلت فكرة الفارق العمري، وحسيت أنه ما راح تأثر على علاقتي ببيكي. لماذا يمتنعان عن الزواج؟ قبل هاي الفترة سألوا شاكيرا عن عدم الزواج ببيكي، وقالت: أنا ضد فكرة الزواج. وقالت: لما يشعر الإنسان بالكمال والاكتفاء فهو مو بحاجة للزواج، أنا وبيكي نملك ما هو أساسي لعلاقتنا، عندنا ارتباط وحب متبادل وطفلين، وأعتقد أنه هاي الأمور تم تأسيسها من فترة طويلة، والزواج ما راح يغير شيء، لكن إذا فكرت بالزواج فأعتقد أنه بيكي هو راح يكون العريس. طبعا هاي مفاهيم الغرب اللي يستخدموها وما أعرفوا شلون يفكرون، وبهاي المفاهيم أعتقد أنه هم يدمرون نفسهم بإيدهم. شاكيرا ما تحب فكرة الزواج لأن تعتقد بيكي راح يمتلكها إذا زوجها، وهي ما تريد يحس أنه امتلكها، هي تريد يبقى خايف ليخسرها بأي دقيقة، لذلك تحب نظرة الحبيب والحبيبة مو الزوج والزوجة. طبعا تفكير غريب ويحسسك أنه شاكيرا رغم جمالها ومالها وشهرتها لكن
أكو عقدة نقص بشخصيتها وجهة ونظر. حتى لو كنت أغنى رجل بالعالم ممكن تشتري قصور، سيارات أو حتى طيارات، لكن ما ممكن تشتري لحظة السعادة اللي فاتتك. أو حتى لو كنتي أجمل نساء الكون ومليون واحد يتمناك، ممكن تختارين الشخص الغلط وبالنهاية يخونك. السعادة تكبر بقلبك، ما تكبر بالأشياء اللي تمتلكها. الفلوس، الشهرة، الجمال، التحصيل الدراسي بلحظة ممكن تتحول من نعمة إلى نقمة. هاي كانت بعض المعلومات اللي قدرنا نوصل إلها عن علاقة شاكيرا بكي وانفصالهم، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.